مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في برنامجكم وجهة نظر. يعتبر وضع وترتيب الميزانية الشخصية أمرا مهما في حياة الفرد، وقد يبدو صعبا إذا لم يكن لديك الخبرة الكافية في إدارة أموالك. كاميرا برنامج وجهة نظر أخذت رأي المجتمع حول إدارة الميزانية الشهرية للفرد الواحد، ووجدنا بعض النصائح والطرق التي يمكنك من خلالها وضع ميزانية محددة والالتزام بها. والله انا اللي اشوفه بعد الطفره اللي جت شهرين اللي فاتت، ف تعودنا ان نمسك الفلوس، فجت الحين نحاول ما نصرفها على اي شيء، نحاول نمسك فلوس عشان يعني حلو ترى الشيء. احس ان الواحد لازم يقسم الراتب بحيث انه في اشياء غير ضروريه فيؤدي الضروري، ويسوي زي البادجت كنترول، يحسب حساب انه نهايه الشهر بحيث انه يكون عنده مبلغ لو كان بسيط، يعني ما يخلص الراتب على بدايه الشهر وبعدين يتوهق. ما ادري الحين الواحد انزنق في هذه الفتره بعد الشهر الطويل ما نزل راتب، فالمفروض الواحد خلاص يقتصد في راتبه، يوزع الاولويات ويخلي الثانويات. بطبيعة الحال أي موظف لازم يتحكم بالميزانية حقته الشهرية بشكل صحيح، بحيث أنه يعني يخلي له مبلغ مخصص للمصروفات النثرية، مبلغ يكون مخصص للفواتير، مبلغ يكون مخصص مثلا وهذا الأهم، أنه يوفر من راتبه جزء من المبلغ. لازم يتعود، ما في شيء اسمه انك ما تقدر توفر، لا انت تقدر توفر. ما في شيء اسمه كل ما كان راتبي اكبر كل ما انا قدرت احقق طموح اسرتي، قدرت مثلا اتملك لي سياره، اتملك لي منزل او شقه. لا، انا بالنهايه لازم كرجل اعرف كيف ادير امور راتبي. يعني ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل. إذا أنا كانت فاتورة الكهرباء عبء علي، فأسكن بمكان أصغر أو شقة أصغر، أو أني أحط عوازل في الشقة هذه. إذا كان مثلا في عبء علي من ناحية المطاعم، أقتصد مثلا بالأسبوع أروح مرة في الويكند مطعم، مش أخليها بشكل يومي روتيني. مصروف الأطفال طبعا غالبا تحت العشر سنوات او الثمان سنوات يكون التحكم عندك انت بشكل اكبر، يعني من ناحيه ملاهي الدوله موفره ملاهي مثلا، او ان العاب في الكورنيش تكون مجانيه، وهذه افضل وصحيه اكثر للاطفال من الملاهي الكهربائيه، لان الملاهي اللي او الالعاب اللي في الكورنيش راح تخليهم يتحركون جسديا وبدنيا، راح يكونون اقوى واصلب، هذا الشيء افضل لصحتهم. وبالنهاية لازم أنت كأب تدير أسرتك بالشكل الصحيح اللي تقدر تحافظ عليهم صحيا بدنيا، أيضا تقدر أنك ترفههم في أماكن كثيرة للترفيه، مو بشرط أنك تدفع كل مرة. بالنسبة لسيارتك طبعا ما تأخذ سيارة كبيرة وتصرف بنزين زيادة، لا تقدر تأخذ سيارة على قدك متوسطة أو صغيرة، مو بالأساس يعني أنك تأخذ سيارة كبيرة.
أيضا حتى لبسك أنت وشماغك في خيارات، يعني خيارات موجودة قدامك في السوق، في الشيء اللي غالي وفي الشيء اللي سعره مثلا محدد على قد مصروفك، في الشماغ اللي ب200 و300 ريال وفي الشماغ اللي مثلا ب60 ب40 ب50، فهذا شيء متاح لك الحمد لله رب العالمين، كل شيء متاح في السوق، في الشيء اللي سعره معقول في الشيء اللي سعره غالي. أيضا تقتنص الفرص، فرص أن تكون في تنزيلات مثلا في السوق، فرص أن تكون في عروض مثلا، مش أنك تشتري وبس، لا لازم نعرف أن حنا لازم نتعاون مع الدولة بشكل أساسي ونتعاون مع بعض بشكل كبير أن نحاول نقلص مصروفاتنا بالشكل المناسب، وهذا خيار موجود، مش زي دول ثانية خيارات ما في عندك، يا أنك تشتري الغالي يا ما في، لا هنا الخيارات متوفرة. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أنا بالنسبة لي يعني مرتب راتبي، أحط قبل لا ينزل الراتب أسوي جدول، أسوي جدول يعني أحط إيش أجار البيت، المصروفات أغراض البيت، مثلا إذا كان فيه ديون أو قروض أسجلها وأشوف كم يعني كم باقي. وطبعا لازم أنا أشوف أنه المفروض أن تخلي مثلا 40% من راتبك يعني احتياطي على جنب، عشان تقدر بكرة تسوي لك مشروع، تسوي لك يعني تفتح مثلا شيء أنت في بالك. طبعا قبل لا تفتح الموضوع لازم تدرس الموضوع زين ما زين، لأن هذا ما جاء كذا عبث. طبعا على حسب الراتب، ترتب أسبوعيا، الشهر كم 4 أسابيع، أسبوعيا كل أسبوع مبلغ معين بس. على الموضوع والله أنا راتبي بينزل في معاده الحمد لله مش بيتأخر، فأنا ما بحسبهاش يعني. أول كنت بحسبها شوف مصاريفي قد إيه في الشهر، كنت مثلا بحدد مصاريف أنا عايز نت قد كذا، عايز أكل قد كذا، وباقي المصاريف اتصالات لمصر وكده. بعد سنة تقريبا خلاص بقيت أنا الراتب في الصراف، واللي عايز بشتريه بشتريه وأكلي كله من بره، ما عدتش بحسبها وخلاص بقيت عايش حياتي الطبيعية يعني. أول سنة اللي بدأت أحسبها أول سنة سافرت يعني، بعد سنة بقيت عايش كأني في مصر، معايا فلوس بصرف معايش فلوس خلاص موضوع بس. فبقيت ماشي بعد أول سنة اللي هي أول سنة أنت جاي تسافر فعايز تكون نفسك وبتاع، وبعد كده الفكرة دي اتلغت يعني، بدأت تتصرف ماشي مع الحاجة اللي عايز اشتريها بشتريها في أي وقت في أي مكان عادي. باختصار سريع يعني موضوع الراتب عموما بيختلف من شخص لآخر، كل واحد بيحدد مصاريفه على حسب التزاماته وعلى حسب المديونية اللي عليه. كل الفكرة ان انت احنا كمغتربين انت جاي هنا مش عشان خاطر تصرف كل راتبك، ده لو انت في بلدك هتعمله، انما لو هنا انت بتضطر تيجي على نفسك في حاجات محتاجها وحاجات مش محتاجها عشان خاطر تقدر توفر مبلغ لأهلك في مصر او كده، وعليك التزامات وعليك ديون وحاجات زي كده. بالنسبة لطريقة التحديد انت كنا في البداية يعني كل واحد بيعمل ميزانية لنفسه بحكاية اللبس والأكل والشرب والنت والاتصالات والحاجات دي كلها، بمرور الوقت بتلاقي نفسك انت بعد كده خلاص اقلمت حياتك على ان انت تجيب اللي انت عايزه وتصرف اللي انت عايزه، وفي الاخر ربنا بيكرمك وبرضه بتوفر مبلغ لاهلك في مصر وخلاص. طبعا بالنسبة لكيف توفر من راتب، تعمل تقسم الراتب على الشهر 3 أثلاث، واهم شيء تهتم فيه الاغراض الاساسية، الاحتياجات الاساسية، مصاريف البيت، مواد الغذائية، إيجار البيت، الجوال، هذه من الاحتياجات الأساسية صراحة، هذا اللي عندي. حنا عندنا والله مشكلة خاصة لنا حنا السعوديين في اللي يسمونه ماني بجل، هذا مانجمنت. الواحد يرتب أول شيء الأولويات عنده في بداية الشهر، إيش اللي لازم إني أصرفه وإيش اللي مو ضروري، يسوي له زي الليستة. هذا أول حاجة اللي يشوف يحسبه ويسوي له زي ما تقول حساب مبدئي، ولو يبدأ ويسجلها في ورقة ويرتب أموره أعتقد إنه يقدر إنه يوفر من راتبه.
ويدخر ويحاول. احنا عندنا مشكله بعد اللي هي مشكله الادخار، احنا ما ندخر حاجه، فاحنا نحاول احنا ندخر حصل له ظرف او حاجه انه يصير يستخدم من المبلغ اللي ادخره. والله عاد الواحد يعني يحاول بقد ما يقدر انه ما يدفع على اشياء تافهه، يعني يحاول انه يبدل الاساسيات قبل الاشياء الكماليه، يعني ويقلل من الرفاهيه، وبنفس الوقت يعني يحاول انه ما يبخل على نفسه، فاهم علي؟ فهي مرات يعني تصيب مرات خيف، فبقد ما تقدر تحاول وقد ما تقدر انك ترفه لنفسك قد ما تقدر تمسك، فاتوقع هذه الطريقه الانسب يعني. طبعا الراتب يعني او الواحد يوم يستلم راتبه فلازم اذا مثلا متزوج يعني يجمع راتب للاهل للبزوره، لا يعني من يوم ما يستلم يصرف الراتب على طول خلال الشهر، يعني يوم يجي يتورط يجي ضيف ولا يجي اي احد من اقاربه وهذا وقد صرف راتبه خلال شهر، فيعني صراحه يتورط في الحاجه دي وانه على انه صرف، فالواحد يجمع الراتب ويدخر بعض الراتب، يعني في حالات يجي له ضيف يجي له يعني الله يقدر يجي له ظرف طارئ وهذا يقدر يصرفه، لكن في بعضهم ياخذ الراتب خلال اسبوع يطير ولا اسبوعين، فمشكله يعني. بمناسبة الرواتب طبعا انا انصح الشباب اول شيء انهم يوفروا رواتبهم يستغلونها في المشاريع، مثلنا احنا انا والشباب استثمرنا رواتبنا قدرنا نبني مشروعنا ونفتحه والحمد لله، يعني بفضل الله اولا سبحانه ثم بفضل نصايح والدينا الحمد لله. لما يجي الراتب عندنا في البنك نحتاج ان نقسمه عده اقسام، قسم نصرفه وقسم يعني ممكن نسميه كونتنجنسي بلان، يعني زي الامرجنسي بلان، ان نخليه جزء كذا 20% 30% من الراتب هذا ما نلمسه ولا نفكر نلمسه الا في الحالات الطارئه، هذا جزء. الجزء الاخر نخليه كاستثمار لبزنس او لمشروع معين، يعني مثل حنا اللي سويناه ولله الحمد كنا نستثمر جزء كبير من المال علشان في الاخير ما نبي نعتمد على الراتب، ما نبي والله نعتمد على راتب يجينا شهريا ويخلص، لازم نعتمد على بزنس يجيب لنا دخل يزيد وينقص مع الوقت، بس ستيل انه افضل يبقى افضل من الراتب ومن عبودية الراتب. فعندنا مثلا في 7 جرامز الحمد لله كنا مجموعة شباب استثمرنا مبلغ كبير الحمد لله وسوينا هذا المقهى اللي بإذن الله انه راح ينجح وبيكون لنجاح باهر. فأنا أنصح جميع الشباب خاصة الشباب أنهم يبدون بالاستثمار من الآن، يعني لا يضيع حياته كلها بالسفر واللعب، في الأخير راح يحتاج مبلغ للزواج، راح تجي صدمات كذا زواج لازم هو يدفعها، راح يحتاج سيارة، راح يحتاج بيت، ولا راح يبقى هو كشخص الحالة، راح إن شاء الله يكون عائلة، يعني حرام أنه يعيش عائلته دون المستوى، فيبدأ يفكر من هو شباب كيف يعيش عائلته في المستقبل. بالنسبة للراتب، تنظيم الراتب يعني أنا أشوفه يعني بالبداية أنه الأقل شيء أنه كله يعني في البنك نفس البنك حسابين، طيب راتب يجمع فيه والثاني يأخذ منه جزء ويصرف منه، عرفت علي؟ على أساس أنه إيش إذا كان في بالعادة إذا كان مثلا في بطاقة واحدة بيسحب هو ما راح يدري، فهمت علي؟ فأنا أنصح يكون دائما الواحد له بطاقتين، البطاقة الأولى يحط فيها طال عمرك المصروفة للشهر، يعرف وش اللي يصرف، ينظر المصروفة الأشياء المهمة اللي يشتريها، عرفت علي؟ يخليها بالبطاقة الثانية على أساس أنه إيش يسحب منها ويعرف إيش اللي يشتريه. أما شغلات الاستهلاكية يعني أشوف أنه مفروض يحد منها يعني. المفروض يعني نلغي مقولة أنه لا انتظر الراتب لآخر الشهر، يعني مجرد ما ينزل الراتب يكون عندك نقاط 1 2 3 تحاول ترتب فيها أولوياتك للراتب، بحيث أنك تقدر تصرف راتبك من أول يوم في الشهر إلى آخر يوم في الشهر
وما تلاحظ انه في بدايه الشهر انه الراتب عندك قل او نص الشهر، انه ايش يصير عندك من بدايه الشهر لنهايه الشهر الراتب موزون. نفس الكلام يكون عندك بطاقه ثانيه تدخر فيها جزء من المبلغ مع بدايه نزول الراتب، تدخر جزء من المبلغ بحيث بنص الشهر نهايه الشهر يكون عندك جزء من الراتب حطيته على جنب تقدر تصرفه تمشي فيه امورك لنهايه الشهر يعني. نقول لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي إن الله يسدد رميكم ويوحد صفكم ويعلي كلمتكم، ونتمنى لهم كل خير إن شاء الله. الله يعطيك العافية. والله جنودنا في الحد الجنوبي هم فخر لكل سعودي، ونحن أي عمل نقوم به لهذا الوطن هو واجب، ولكن سبحان الله كل الأعمال يعني تذهب مقابل عطاء النفس للدين ثم للوطن ثم للملك. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السداد والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم ونجعلهم في جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نسأل الله الرحمة على شهداءنا الأبرار في الحد الجنوبي وأيضا في المواقع الأخرى التي تقوم بحماية دولتنا الغالية، كما نسأل التوفيق والسداد لجنودنا البواسل في جميع مواقعهم
سواء على الحد الجنوبي أو في الحدود البحرية أو الجوية في جميع مناطق المملكة، وهذا طبعا دورهم ويشكرون عليه، كما أن نسألهم إن شاء الله أن التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ودفاعا عن أرضهم القالية، أرض الحرمين الشريفين، وأيضا قبيل الحج هذا العام نسأل أيضا التوفيق والسداد لجنودنا في وزارة الداخلية، التوفيق والسداد في أداء مناسك الحج للحجاج وزوار بيت الله الحرام وأيضا زوار خادم الحرمين والمملكة العربية السعودية، والتوفيق لجميع أبناء هذا الوطن من بنين وأيضا من بنات. شاكرين لكم حسن استضافتكم. السلام.